بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. ربي اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. برموني كي نرى باب طلاق كيس جرة والهيكو يجو طلاق يجو. وعن محمود بن لبيد رضي الله عنه قال صحابين كنجان إرقما ربي تهميجان نمتكو نيتي إسا سديدتو ستلاقي جرين بقتو قد نبي ربي دلنا نجا دلسو بودا إيقس يكرجان أيالعبو بكتاب الله كتاب ربي تنتبتا وأنا بين أظهركم وأنا سنجدوجر حتى قام رجل فقال يا رسول الله ألا أقتله حقا نمتق في صحاباك يستقر أجيسو جريا يا قبا ربي جريا قبطت مالت بالبادما طلاقني سنة تقط يوكالمت طلاقنا طلقتك ثلاثة إلا واحدة أو إلا سنتين مالك بكوني نو تقطي طلاق قديسي نو تقطي قديسي جاء تقبوضا يوكا توري نسير في ديودا ديفوزو دندا يوكا يوالا باتكو ديفوزو دندا يوصون ديفتين اللي عدان يسيروا من اللي نكاها نكاها حاروان ديفوزو دندا يو انا مس بكاسدت تقديسي دمو يو ساديت سدينتو سيهيكي جين حقانا برات تيرمدي اداسني قفتي راباسودي يساتي ديوم دندوجر. وعن أبي حريرة رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم صحابينا كجن إرقما ربي أكان جانجان واسدي شوران إسل لئ لقارة لقل لئ لقارة جان واسدي واسدي شوران لئ لقارة جان شوران لئ فجر لقارة جان لقارة إسل لقارة عن نكاح لم تبقى أبان انتلا يوكا شمرا نمتكو مقاسا وامي يوكيا ست هيروم سي سي جوين ونم سوني كيبالي جدي تايين كان سنجر والطلاق حال منات مامي مقاسي وامي سيك جوين لوكا جان ايغاس يوسين دقيت توراف جوين فرتم والرجعه دبرتي تقط يوكا لمت هي كمتي سيدي فتح جريني يوسين دقيت سندنون تاتيان. وفي رواية لابن عدي من وجه آخر الطلاق والعتاق والنكاح كلمتها ممال جاجز سهيك مقاسي وامي سهيك قبر التساء وامي بلس سقري نمتق وامي مجوتنا مجوت يا ست هرمسيسي وجيني لك تورام جلو يدخلون دلو تورام قبوجان لغاتا جان. ولحارث ابن أبي أسامة من حديث عبادة بن أسامة رضي الله عنه رفعه لا يجوز اللعب في ثلاث الطلاق والنكاح والعتاق فمن قالهن فقد وجب وجبنا واسده تبتو تبتو إنسين تبتو إن تهو جان جان مالي مالي بوتا إنسان جريت كرقمي سهيك مجوز شست يوم سيسة قالت عاصي باسي بلس يقول إيه جري قبر قبر أمن جرو فمن قالهن فقد وجبنا نمني وان قليل أو نس أرقب تيجان. وعن أبي حريرة رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم إرغم ربي يا كان جل جل صحابيين ربين أمتك يرى وان أمنك يا أسوأ فارين أربع دبتين لبت يادي إرد تريفي جان وان سن وان لب إرد يادي سن وان لب إرد يادي سن يوجر الحلسين يوكاون دبتين مالجو تورا هارمانك يا هنيكا يتو لبت يوادي يو أربع دبتين إيه رتين كلام تويتر. وعن ابن عباس
رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله تعالى وضع عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه. رواه ابن ماجه والحاكم. عبد الله بن عباس أكرد جلن إرقما نبي ربي كان جلن إن الله رب تعالى والآن وضع يتون عفان عربة الفقه يتون إرد تريف يتون عن أمتي أمتك يرى وارد نهر دفر الخطأ وان نيان قلبين اندلقين والنسيان وان دقتم وما استكره عليه وان دركمان وان كان رأول جاهين نمتق هذا ما نسا دركمان قديس يديو وزاقو لاني قديس يدي قديس فمسجو دركمان فريسات ملت. وعن جابر رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا طلاق إلا بعد نكاح ولا عتق إلا بعد ملك. رواه أبو يعلى وصحه الحاكم. نمتقو لفاقيه صحابينا كيان إلى كما ربي أكان جلان جلان نمتقو لفاقيه إبالو يونيكا قرد إبالو يونيكا قرد دبرتي بقاده سديرتو طلاق يوجد نكاح أرقمو طالعين أكاري الأرقم جوان نكاحاتو دور أرقمون جريان نميتو عن قبل جوك قبل شرابي قبل شوار قدي نجا بلا سكور يجري وانا كل اللي انتو جمعاني وانا لك خيجرو في وان نكاح الرقبدو طالعقو السيدة جرمالت وان نكاح الرقبني وانا لك خيجر يجور وانا كان دبتوني الأرقمو جيجور. صحابيين أكان جان إلقام ربي أكان جان جان وان هل كان قبلتي نظري سلا تسيرون هن قبل يجون قبلتا هل كان قبل اللي نسعى باسي تولين بلسى باسي تولين انتوجان نيتي نكاية ران قبلني شتلاك يجون اللي انتوجان وانا كنا تبقنا دي سنرى يجون. وعن عائشة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: رفع القلم عن ثلاث: عن النائم حتى يستيقظ، وعن الصغير حتى يكبر، وعن المجنون حتى يعقل أو يفيق. رواه أحمد وأربعة إلا الترمذي وصححه الحاكم وأخرجه ابن حبان. عاد عشان كان جان نبي ربي كان جان جان نمس ديهرة نمس ديهرة نمس ديهرة حالة نمس ديهرة يتم اتنبر فمو وان جلد لغن اتنبر فمو عن النعيم حتى يستيقظ نمت تشهر بكيس جور يو هارمان اللي تلاقي هارمانات اللي انسي قد يسهر بكيسا اتنقافة مو عقلين قبوتون. وعن الصغير حتى يكبر صغيرة جولين مبلغين جولين مبلغين وعن إنسان دبتن اتنكتب مجو وعن مجنوني مراتا حتى عقل حقا وفبيكوت مرا وان مراتا دبتن لي وان مراتا نجيس لي انتنقافتهم مراتا يوارغن جلادهم ورجمت مراتا والجين قبسوك ونجلتهم. كتاب الرجعة عن عمران بن حسين رضي الله عنهما أنه سئل عن رجل يطلق ثم يراجع ولا يشهد فقال: أشهد على طلاقها وعلى رجعتها. رواه أبو داود هكذا موقف وسنده صحيح. وأخرج البيهقي بلفظه أن عمران بن حسين رضي الله عنهما سئل عن من راجع امرأته ولم يشهد فقال: في غير سنة فليشهد الآن. وزاد الطبراني في رواية: ويستغفر الله. رجع جدون نمتج عالمنا سدين التسنتين تقوت قديسي لبت قديسي ديفتش يساجر صحابي رايكون النبي برحمتي صحابي رايك صحابي قافة مني
عمران بن حسين قافة مني نمتوكو هذا ما نكيا ديفت وتديفت لساني هذا قاتم برباني فقال صحابي اشهد على طلاقها وعلى رجعتها يوقد ديفت اللي وبي برتب عمد نمسي بر يو ديفت اللي وبي يتون يوكا مسكر يتون بقاني ولد جيبنا ولد جيبنيرا عبد الله بن عمر حديث سريرة هذا ما نكيا قديسة تقتلان تقتل قديسة وانسا وشان هات ما نساسوني غرا تجيرا تولي غرا قبدي أبان عمر دغاني نبي تيمان مروه أجج فيراجع هذه فتوجان ونكوني بيجكينة أجندن دين هذا كتاب رجرا بقدر سما في تايت اللي نجيني في كتاب الرنجرة إلى يتوني هذا ما نساتين بطيها ناستين دبلهم يتو والظاهرة تون أم بودة أتي أكدوي دي هركياتي يتو أما اللي أكسبت ستين دبلهم يتو كفارة يتوني كفارة وانكنا نبيين دبطن يتو هذا ما نساتين سكومات دي يوجين نمجي سكومات دي ستين دبلهم يوجين شرافقات يوجين جعفر كوتو الرافقاتون دن دهوجا جعفر يو جعفر غي موتمت أرغا يو كاكا قديسو غدا يو كاكا ديفتو غدا موتمت غافتي أبا مانكيا أكان ننجلي جعفر ترريوجد موتمت شرافر دبيتين تلاق يتوني يوكا ديفر يتوني اتمي سين عرارمان جتور وان جعلما برانتر ميروف سما فريسي راهرون ورقبانا يوفين فرين قديسي كبيرات هاهرون توجع شريعان وعلي بن عباس رضي الله عنهما قال كان إيلاء الجاهلية السنة والسنتين فوقت الله 14 فإن كان أقل من 14 فليس بإيلاء أخرجه البيحقي عبد الله بن عباس كرجان هاغا امانتين اسلمنان هنجره زمانا ولا لا يتو زمانا ولا لا دبتي درا وقاتوكو يوكو وقالا متعاني من اللي قدن باسا رب امانتين اسلاما رفنانين جعفر برا كانترين وعن رضي الله تعالى عنه ان رجلا ظهر من امرته ثم وقع عليها فأتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال إني وقعت عليها قبل أن أكفر فلا تقربها حتى تفعل ما أمرك الله به رواه أحمد رواه أربعة وصححه الترمذي ورجح النسائي إرسالهم ورواه البزار من وجه آخر عن ابن عباس رضي الله عنهما وزاد فيه كفر ولا تعد صحابيين كنجان هيرو نبي كنجان نمتوك هذا مناتين سر فقاد ايجين جيتو اكا اتي اكا دودا لكياتي دودا لكياتي لما تكن ديبنا ستين ديبو جينجان ايقسي ثم وقع عليها وانسا وصوان قوتين اتدوى لميجا فريفوني بافاتي فريفودي بافتن بودا النبي برلفي النبيين إني وقعت على عليها قولا نكفرا كفارا وصوم باسين اندرتي حرمانا كذب لميجنا كفارا جعل مصوم نما جهاتم ناتسو فلا تقربها كتري تري لما تتدبين حتى تكفي حتى تفعل ما أمرك الله به
والربين سيعجي حق قوتتي تندبين يعني. وزاد فيه كفر ولا تعد كفر بس تندبين يعني النبيين عليه الصلاة والسلام. وعن سلمة بن صخر رضي الله عنه قال دخل رمضان فخفت أن أصيب امرأتي فظهرت منها فانكشف لي شيء منها ليلة فوقعت عليها فقال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم حرر الرقبة فقلت ما أملك إلا رقبتي قال فصم شهرين متتابعين قلت وهل أصبت الذي أصبت إلا من صيام قال أطعم فرقا من تمر 60 مسكينا أخرجه أحمد وأربعة إلا النسائي وصحبه ابن خزيمة وابن جارود. سلمة كجعل مصحابيين سلمة بن صخر رضي الله عنه قال يجعل دخل رمضان رمضان نسيني فخفت أن أصيب امرأتي رمضان أبسود رمضان كيس أبسود دندو جريها رمضان خيرا فظهرت منها إزرا حق رمضان نبهدي سنتقو جيني أعاك دودة لكيا جين رمضان نسيني حالكا بقتك جراني فانكشف لي شيء منها ليلة نفع زرة بقتك أرقي جرا حالكا وان جلسان دقتين دومي اتدبال ميجرا فقال لي نبي بن لقيتمي أكان نانجاني قورتي بلس باسين نانجاني فصم ثلاث شهرين متتابعين جالما ولدت عن سيدي صومي جانين يا رسول الله قجا واني وان كرت نبوسي صوم موتا صومناتي اندن دوجين أطم فرقا من تمر 60 مسكينا فرق يتونيم وويت لكم كنا تهون ملا بريت هون ملا بيكينت واني ولين سفرا بريرا بري جهاتما نما جهاتما ناكسي جاين النبي عليه الصلاة والسلام برمون نكي نقار راسنا تلعبتا ربي ولن وعدي بسوب بيوك يا النبي ونقار ربنا قلو ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار عمين سبحانه ربي.